السلام عليكم. هبدأ أحل معكم الواجب الخاص بالدرس الأول في الوحدة الثانية اللي هو بيتكلم عندنا على أدوات المعرفة. نبدأ من أول مثال كده. كلمة جور يا جماعة دي معناها يوم، واليوم هنا مفرد مذكر وبدأ بحرف الجي حرف ساكن، فاخترنا اللي الأولى. سك دي معناها شنطة، والشنطة برضو مفرد مذكر بدأ بحرف الإس ساكن فاختار اللي. كلي يعني مفتاح، المفتاح مفرد مؤنث وبدأ بحرف السي ساكن فاختار لا. عام او سنه مفرد مذكر بس الفكر مبدا بحرف الا متحرك فكده اختار الا بسر. ماكت مخطط، المخطط مفرد مؤنث وبدا بحرف الام حرف ساكن فاختار كده يا جماعه مين الا. قوم الاستيكه مفرد مؤنث وبدا بحرف الجي ساكن فبرضه اختار الا. كريو القلم الرصاص مفرد مذكر ومبدا بحرف السي ساكن فاختار اللي. مثال وراء أمي يعني صديقة، الصديقة مؤنث بس موضوع بحرف الأ متحرك فاختار الأبوستروف. تسعة إيه كل المدارس، المدارس آخرها حرف إس يعني جمع، وأنا طالما جمع مش هيفرق معايا ساكن أو متحرك فبختار اللي الجمع. إيه كل مدرسة مفرد مؤنث مبدوع بحرف الأ حرف متحرك فاختار الأبوستروف. كوركتار المزيل مفرد مذكر وبدأ بحرف السي ساكن فاختار اللي. كوبين الصديقة، الصديقة مفرد مؤنث وبدأ بحرف السي ساكن فاختار اللي. كلاس الفصل مفرد مؤنث وبدا بحرف السي ساكن فاختار برضو الا. براسلي السورة او حزازه مفرد مذكر ودي كلمه مهمه جدا بدا بحرف البي والبي حرف ساكن فاختار اللي. الراب مفرد مذكر وبدا بحرف الار ساكن فاختار برضو اللي. طيب نيجي بعد التدريب البي. بانتير الرسم مفرد مؤنث وبدا بحرف البي ساكن فاختار الا. سيرلينيار القلم الفسفوري مفرد مذكر وبدأ بحرف الاس ساكن فاختار اللي. سيزو المص بس هنا جمع مجموعة بالاكس فكده اختار اللي. شومبر الغرفة دي مهمة جدا مفرد مؤنث وبدأ بحرف السي ساكن فاختار الا. ميزو المنزل الام حرف ساكن فاختار برضو الا. تيب العلبة هنا مفرد نفس النظام مذكر والتي حرف ساكن فاختار اللي. راكت المضرب مفرد مؤنث ساكن والار حرف ساكن فاختار لا. قميص صديق مفرد مذكر بس بدا بحرف متحرك فاختار الابوستروف. كونسول دي جي جهاز البلايستيشن مفرد مؤنث وبدا بحرف السي ساكن فاختار لا. فوت الصور هي مؤنث بس اخرها حرف اس جمع فاختار اللي. اوردناتور الكمبيوتر هي مذكر بس اخرها حرف اس فاختار اللي. لكن هنا اوردناتور عاد ما فيهاش اس يبقى مفرد مذكر بس الفكره بدا بحرف الاو متحرك فاختار الا بالسر. لكتير القراءه مفرد مؤنث وبدا بحرف ال ساكن فاختار كده الا. طبل المنضده مفرد مؤنث وبدا بحرف التي ساكن فاختار الا. طبلو السبوره او الصوره بدا بحرف مفرد مذكر وبدا بحرف التي ساكن فاختار اللي. نيجي بعدين التدريب اللي وراه. سي جيمو توأم، هنا التوأم مفرد مذكر فاختار اللي. هنا حرف هنا الجي حرف ساكن. جيوغرافي الجغرافيا مفرد مؤنث وبدأ بحرف الجي ساكن فاختار الا. دروس المقلمة مفرد مؤنث وبدأ بحرف التي ساكن فاختار برضو الا. جيمو هنا جمع كلمة توأمين مجموعة بالاكس فاختار اللي. سبور الرياضة هي مذكر بس اخرها حرف اس جمع فاختار اللي. ارتيست فنان مذكر بس بدا بحرف الا متحركه تبقى الا بستر. فتر قلم الوان هنا مفرد مذكر وبدا بحرف الاف ساكن فاختار اللي. لكتار مشغل الموسيقى مفرد مذكر وبدا بحرف ال ساكن فاختار اللي. بانتير الرسم مفرد مؤنث وبدا بحرف البي ساكن فاختار الا. اوكازيو مناسبه هي مفرد مؤنث بس مبدا بحرف الاو المتحركه تبقى الا بستر. كوركتير لكويد اللي هو الكوركتور ده مفرد مذكر وبدأ هنا بحرفية يا جماعة السي ساكن فاختار برضو اللي. الصفحة اللي جنبيها كاسكة القبعة أو الطاقية دي مفرد مؤنث والسي حرف ساكن فاختار اللا. كولوندرير النتيجة مفرد مذكر وبدأ بحرف السي ساكن فتبقى لي. كي عدة الألوان أو عدة الرسم مفرد مذكر وبدأ بحرف الكا ساكن فاختار اللي. بوجي شمعة مفرد مؤنث وبدأ بحرف البي ساكن فاختار اللا. طيب التدريب دي. سي كي الكراسة، الكراسة مفرد مذكر فاختار هنا ميسيو اللي.
فوت الصورة مفرد مؤنث فاختار لا. لكتير مشغل موسيقى مفرد مذكر ساكن فاختار اللي. كليب النادي مفرد مذكر ساكن فاختار اللي. كاسكت هنا في غلطة في السؤال، كاسكت الطاقية هنا مفرد مؤنث فهشطب هنا اللي وخليها لا المؤنث، تبقى يا جماعة لا، يبقى هنا تبقى لا. اجل عمره مفرد مذكر بس بدأ بحرف الا المتحرف فاختار الابوستروف، وان مفيش حاجة اسمها ان الابوستروف اصلا. بورتابل الموبايل مفرد مذكر وبدأ بحرف البي ساكن فهتبقى الإجابة لي. سيزو المص مفرد مذكر ساكن فاختار برضو اللي. كي عدة الرسم مفرد مذكر ساكن فاختار اللي. ميزو المنزل مفرد مؤنث ساكن فاختار لا. بورتابل الموبايل مفرد مذكر ساكن فاختار اللي. دوسيه اللي هو الدوسيه مفرد مذكر برضو ساكن فاختار اللي. رجل رجلي على مسطرة، المسطرة مفرد مؤنث ساكن فاختار الله. فت الحفلة مهمة جدا مفرد مؤنث ساكن فاختار برضو الله. تروس المقلمة مفرد مؤنث ساكن فاختار برضو بس مين الله. ده يا جماعة بالنسبة للواجب الخاص بأدوات ميل المعرفة. نرجع نكمل مع بعضينا الواجب الخاص بجمع الصفات. جمع يا جماعه الصفات، بس قبل ما نحل كده لازم نفكر كده مع بعضينا ان في عندنا اربع صفات، قلنا الاربع صفات دول لا بيتجمعوا ولا بيتأنسوا، يعني انا بضيف لهم اي ولا بضيف لهم اس ولا بضيف لهم اس، بختارهم زي ما هم من غير اي اضافات، اللي هي مارو بني اورانج برتقالي سبير را شي جذاب. صح، في بعض زي كده. اول مثال جيم انا بحب براسلي، براسلي الاساور دي يا جماعه دي الاول جمع مذكر، جمع مذكر نختار الصفه اللي اخرها اس فاختار ثالث واحده. طيب المثال اللي وراه لي فوازان دي ماري، جيران ماري بيكون اول خطوه ظهرت هنا الدي، قلنا في قاعده طالما ظهرت عندنا الدي او الدي بص دايما بتعامل على اساس الاسم الاول، فهنا الفوازان جمع مذكر فاختار صفه اخرها اس بافار الثانيه. إيه لا هو لديه دي جم، جم يعني اساتيك، الاساتيك جمع مؤنث يعني اختار صفه اخرها اي اس، فكده اختار روج الثانيه. طب اللي وراها ام اليم هو بيحب لكولير الالوان، الالوان يا جماعه جمع مؤنث يعني اختار صفه اخرها اي اس فاختار فير الثانيه. ميكو بانك رفقاء دي جمع مذكر اختار صفه اخرها اس. طب احنا هنستبعد دي مفرد مذكر ودي اخرها اس جمع مؤنث ودي اخرها اس جمع مؤنث، لكن سبار اخت مارو بتمشي مذكر او مؤنث من غير اي اضافات وتمشي جمع او مفرد عادي. لويفوتو دانفرسير صور عيد الميلاد، ظهرت هنا الدي ابوستروف فتعامل اساس الاسم الاول، الفوتو هنا جمع مؤنث فاختار صفه اخرها اي اس فاختار بل الاولى بمعنى جميله. طيب ميسير اخواتي سون بيكون، والاخوات هنا جمع مؤنث يعني هختار صفه اخرها اي اس فاختار رونجي الثالثه يا جماعه عشان هي الجمع المؤنث. لليفر الكتب بتاعت لورا، ظهرت هنا الدي فتعامل اساس الاسم الاول اللي هي ليفر الكتب، الكتب هنا يا جماعه جمع مؤنث سوري الكتب قصدي جمع مذكر يعني هختار صفه اخرها اس فاختار كولوريه اللي هي معناها ملونه اللي هي الاولى. ايلا دور هو بيحب ليه، ظهرت هنا اللي دي اداء جمع يبقى لازم الاسم اللي بعدها يكون اسم جمع. فوتي دي مفرد وباتو مفرد وركت مفرد مفيش غير ماكيت هي اللي اخرها اس الجمع. طيب المثال اللي بعد هنا بيقول لك ماري ومارتينا بنت وبنت يبقى جمع مؤنث يعني اختار صفه اخرها اي اس فاختار بافارد الثانيه. ايما واليكس ولد وبنت، ايما بنت واليكس ولد، طالما ولد وبنت يبقى جمع مذكر اختار صفه اخرها اس فاختار جران الاولى اللي هي جرمو الاولى. اليكس وبير ولد وولد برضو جمع مذكر فاختار صفه اخرها اس فاختار جرمو الاولى. طيب سيسون جران جارسون، في هنا يا جماعه قاعده تكتبوها عندكم كده على رقم 13. القاعده بتقول لك يا جماعه ان لو في عندك بعض النقط اسم جمع اسم ايه جمع، في الحاله دي دايما بختار اداه النكره الدي الجمع عادي صح، لكن لو في عندك بعض النقط صفة جمع، صفة يا جماعة جمع، فالصفة الجمع دي بختار معها اتنين، بختار معاها يا إما الدي لو الصفة الجمع دي بدأ بحرف ساكن، أو ممكن أختار معاها دي أبوستروف لو الصفة الجمع دي بدأ بحرف متحرك. يبقى مرة تاني الصفة الجمع لما يكون بعض النقط في صفة جمع بختار يا إما الدي لو وراها حرف ساكن، دي أبوستروف لو وراها حرف متحرك، زي مثلا كده لما أقول لك مثلا سي سون إنهم مثلا في يعني بنات، قلت لك انا اختار دي ولا دي ولا دي ابوستروف. المثال الثاني سي سون انهم جروند في،
قلت لك اختار دي 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 او الصرف. بكل بساطه هتمسك الاول كلمه في البنات دي، الاول صفه ولا اسم؟ ده اسم، واسم جمع، طالما اسم جمع بختار الدي. لكن بقول لك سي سون جروند في، انهم بنات كبار. هنا في مسبوقه بكلمه جروند، وجروند دي اصلا اللي هي صفه كبير صح، وهي صفه هنا مالها صفه جمع، فالصفه الجمع بختار معها تاني يا اما دي يا اما دي ابو الصرف، فكده دي غلط صح. وحرف جي حرفيه ساكن، فاختار هنا مين؟ الدي. مثال تاني، مثلا سيسو انهم جارسون اولاد، قلت لك اختار دي 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 ابوستروف. سيسو انهم بوتيت جارسون اولاد صغار، قلت لك برضو اختار هنا دي ده بص في نفس النظام، هو عاطين هنا مش عاطين الدي، وعاطين دي ودي صح. اول خطوه امسك كلمه جارسون، جارسون دي معناها اولاد يعني اسم، وكده كده الاسم اخر حرف اس يعني اسم جمع، طالما اسم جمع يبقى اختار الدي. لكن هنا سيسون بوتيت جارسون انهم اولاد صغار صح، هنا جارسون مسبوقه بكلمه بوتيت، بوتيت دي معناها صغير، معناها يا جماعه صغير، يبقى صفه، بس صفه واخرها حرف اس يعني صفه جمع، والصفه الجمع يا اما دي يا اما دي ابوستروف، والبي حرف ساكن برضه فاختار الدي. تمام كده يا جماعه؟ فانتوا لو ركزتوا معايا في المثال هيقول لك سيسو انهم جراند جارسون اولاد كبار صح؟ هنا كلمه جارسون مسبوقه بكلمه جرو، جرو دي الاول عباره عن صفه، عباره عن ايه؟ صفه، واخرها حرف اس يعني صفه جمع، يبقى اختار معايا يا اما دي يا اما دي ابوستروف، فاختار هنا ميسيو مين؟ الدي. اين ماكت مخطط، واعطيك هنا سي وسيسون وسي وسي، الاول المخطط ده اسم مفرد، ودايما التعبير اللي بيجي بعد الاسم المفرد هو التعبير السي. دي بافارد في، بنات صرصرين، في البنات اسم جمع صح؟ فاختار كده التعبير منها يا جماعه سيسون بمعنى انهم صرصرين. طيب السؤال اللي وراه هنا بيقول لك سيسون دي زميل، انهم صديقات، الصديقات جمع مؤنث، يعني اختار صفه اخرها اي اس، فاختار جينيال الاخيره. ايل سون الى بكس هنا جمع مؤنث، يعني برضو اختار صفه اخرها اي اس، فاختار بافارد الثالثه اللي هي اخرها اي اس. لفي البنات، بنات بول، طب هنا ظهرت الدي، فالصفه هاخدها على اساس بول ولا الفي؟ قلنا طالما ظهرت الدي او دي ابوستروف باخد الصفه على اساس الاسم الاول اللي هي الفي البنات، البنات جمع مؤنث، فاختار بافارد الثالثه. إله ولديه استيلو أقلام، الأقلام جمع مذكر، طالما جمع مذكر أنا أختار صفة آخرها إس. طيب فير الأخيرة آخرها إيه؟ ده مفرد مؤنث، وبليه التالتة دي مفرد مذكر، ونوار آخرها إس جمع مؤنث، طب هنا مفيش صفة آخرها إس، فاختار مارو. ليه؟ لأن مارو قلنا بتمشي مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو جمع مذكر أو جمع مؤنث من غير أي إضافات. حلو المثال اللي جاي ده رقم خمسة، نوزافو نحن لدينا سانك كوبان، خمس رفقاء، الرفقاء هنا ميسيو أصلا جمع مذكر، جمع مذكر، فكده الاول استبعد تيميد، الثانيه لانها مفرد وبافار اخرها مفرد. طب يا ميسيو ده هنا الاخي الثالثه اخرها اي اس والاولى اخرها اي اس، ركز ان جروند هنا الاي اس دي مضافه، يعني هي اصلا احنا ضايفينها فهي جمع مؤنث، لكن سوسيابل اصلا في الاساس هي كده، هي اصلا كده اخرها اصلا اي، فلما يضيف لها اس، هو لما يضيف لها اس، فالاس اللي اتضافت ديت بما ان الاساسيه تمشي في الحاله ديت الصفه دي جمع مذكر او جمع مؤنث، فكده مش يختار يا سوسياب، لان الاي هنا فيها حرف اساسي، فلما اضاف لها اس تنفع جمع مذكر او جمع مؤنث. اي موبول بنت وولد، يبقى جمع مذكر، فاختار صفه اخرها اس اللي هي بافار الاخير. مارتينا وماريو بنت وبنت جمع مؤنث، يبقى اختار صفه اخرها اي اس اللي هي تيميد الاولى. سام وفادي ولد وولد، يبقى جمع مذكر، اختار صفه اخرها اس اللي هي ديو احمق. إله لديه كريو أقلام، الأقلام جمع مذكر، فاختار صفة جمع مذكر كولوري الثالثة. مي كامراد زملاء بيكونوا، الأول كلمة كامراد هنا من الكلمات اللي تمشي مذكر ومؤنث، فلما تتجمع تمشي جمع مذكر عادي وتمشي جمع مؤنث عادي، يعني ممكن اختار صفة معاها اس وممكن اختار صفة اخرها اي اس. طب نستبعد الاولى دي مفرد مذكر والتانية اخرها اي ده مفرد والاخيرة مفرد، فاختار سيبار، لان سيبار بتمشي مفرد مذكر او مفرد مؤنث من غير اي اضافات. طيب سينواد براسلي الاسوره، الاسوره يا جماعه جمع مذكر، فاختار صفه جمع مذكر، فاختار بوتيت اللي اخرها اس. إله ولديه سك، سك الشنطه جمع مذكر، فاختار صفه اخرها اس، فاختار فير الثالثه.
لفتر الالوان جمع مذكر فاختار صفه اخرها اس. طب الاولى اخرها ايه؟ مفرد مؤنث، والثانيه والثالثه مفرد مذكر، فاختار مارو لان مارو بتمشي مذكر مفرد او جمع بدون اي اضافات. ماركو بول، مارك ولد، وبول ولد، ولد ولد جمع مذكر فاختار عاد. هنا بص عاد، جيمول الاولى دي مفرد مذكر لان دي حالات شاذه، جيمول الثانيه جمع مذكر، جيميل الثالثه مفرد مؤنث، الاخيره جمعيه مؤنث. بما ان ماركو بول ولد ولد جمع مذكر فاختار جيمو الثاني. اله ولديه براسلي اسوره، الاسوره هنا يا جماعه مسبوقه بالآ يعني مفرد مذكر، طالما مفرد مذكر اختار جرو الاولى اللي من غير اي اضافات. طب يا جماعه في تركايه كده هشرحها وعايزكم تكتبوها عندكم في جمع الصفات عشان تبقى كده كل الحالات عندكم. فاكرين صفه سامبا اللي هي صفه رائع صح؟ احنا خدناها في التانيث كانت بتمشي بالشكل ده او بالشكل ده، كانت بتمشي عادي مفرد مذكر او مفرد مؤنث من غير اي اضافات، يعني ما كنتش بضيف لها ايه في المؤنث، هي كانت بتمشي مذكر ومؤنث بالشكل ده صح. طب في الجمع موسي ايه اللي بيحصل لها؟ قال لك نفس النظام، صفة سامبا، صفة هي سامبا سواء كانت صفة جمع مذكر او سواء كانت صفة جمع مؤنث، في كلا الحالات بزود لها اس، في كلا الحالات بزود لها اس. يبقى صفة سامبا كمفرد ايا كان مذكر او مؤنث بختارها من غير اي اضافات، كجمع ايا كان جمع مذكر او جمع مؤنث بضيف لها ميسي وفي الاخر هي اس. طب يجي السؤال عليها كيف؟ زي كده اقول لك مثلا نمشي الاول على المفرد، ايه ليه هو بيكون قلت لك اختار سامبا بوتيت جروند. نمشي كده بالاستبعاد، الاول الاخيره غلط عشان اخرها اس جمع مذكر، لان طبعا الايل هنا مفرد ايه؟ مذكر. جروند الثالثه اخرها ايه؟ مفرد مؤنث. بوتيت الثانيه اخرها ايه؟ مفرد مؤنث، فاختار سامبا لانها بتمشي مفرد مذكر من غير اي اضافات. طب مثال ثاني، ايه ليه هي تكون؟ قلت لك اختار برضو سامبا بوتي جرو بوتيت. اول خطوه ال اللي هنا مفرد ايه؟ مؤنث. طيب الاخيره ده جمع مذكر، والثالثه دي اصلا مفرد مذكر ودي مفرد مذكر، فاختار سامبا. مع ان طالب هيقول لي طب امس المفروض سامبا ازود لها، هي غلط، احنا قلنا سامبا بتمشي مفرد مذكر او مفرد مؤنث من غير اي يا جماعه اي اضافات. طيب ندي امثله على حوار الجمع المذكر والجمع المؤنث. لو قلت لك كده ايه الصا هما بيكونوا؟ قلت لك اختار بوتي بافار سامبا. الا في كيس جمع مذكر، فالاولى مفرد مذكر ما فيهاش اضافات، والثانيه مفرد مذكر ما فيهاش اضافات، فاختار سامبا اللي اخرها اس. لكن الفكره هنا ايه الصوت ده جمع مؤنث؟ ده اختار سامبا كده ولا سامبا كده ولا سامبا كده؟ طبعا الطالب البغل الحمار اول ما شاف إيه في كيس يرمى هيختار اللي اخرها اي اس. احنا قلنا ان سامبا كجمع ومذكر او جمع مؤنث بضيف لها اس بس، اس يا بس، فالاولى دي مفرد مذكر ومفرد مؤنث فغلط، والثانيه دي اصلا مش موجوده اصلا عندنا خلاص غلط، فاختار سامبا الاخيره لاخرها يا جماعه اس. الملحوظه تكتبوها عندكم في المذكر ده يا جماعه بالنسبه لمين جمع مين الصفات. هنبدا نحل مع بعضنا الواجب اللي في صفحه 8 بس او قبل ما يعني تحل الواجب لازم تكون مراجع السكرين اللي خدته من على السبوره اللي هو التعبير كيس اللي هو ده يا جماعه اللي هي التعبيرات دي. في ثلاث تعبيرات بمعنى من هذا اللي هو كيس بمعنى من هذا، هو لو قلت كيسي برضو بمعنى مين من هذا، هو لو قلت سيكي برضو بمعنى مين من هذا. وفي تعبيران عندنا بمعنى ما هذا بس لغير العاقل اللي هو التعبير سيكوا ده معناه من هذا سوري معناه ما هذا الغير العاقل، والتعبير كاسك سي اللي هو ده كاسك سي. لا
لازم تراجعهم كويس عشان لما تيجي تحل معايا تبقى فاهم الدنيا ماشيه منين ورايحه منين. ولازم تراجع عادات الاستفهام ماذا شكلها بيكون فيها في اول السؤال وشكلها في اخر او في نص السؤال بيكون ايه. نبدا كده مع بعضينا. هنا اول سؤال هنا بيقول لك كاسك نوت سي، هنا ظهرت الكاسك سي يبقى كده ناقص هنا مين؟ الكي، لانه تعبير على بعضيه. هو اعطاك هنا الكي واعطاك الاي والسي والسي يبقى كده ناقص الكي. سيكوا الاول، سيكوا بتسعى عن غيرها عقل، فقال لك انه جاري ولا اصدقائي ولا انه الواد اليكس ولا ليفر كتاب. الاول سيكوا بتسعى عن غير عقل فاختار كوا، اختار هنا ليفر لان الليفر كتاب اسم غير عقل. امتي انت تحب رح اقول لك بحب برسلين الاسوره. اول خطوه تمسك الاجابه، برسلين الاسوره ده اسم غير عاقل صح؟ والاسم الغير عاقل بستخدم معاه ما زي اما كي الاولى، طبعا الثانيه اللي اخرها اي ديت اللي هي كي، دي معناها من العقل غلط، واو دي معناها اين، فضل الكي وفضل الكي ابوستروف صح؟ دي ماذا ودي ماذا، بس ده حرف متحرك فاختار كي ابوستروف بمعنى ماذا انت تحب. في اليكس يفعل اليكس راح قال لك اين مكت مخطط باتو، كلمه مكت يا جماعه مخطط ده اسم غير عاقل، طالما اسم غير عاقل يبقى اختار برضه ماذا، طالما ماذا يبقى استبعد الاول كي الثاني اللي هي معناها من واو، فضل الكي وفضل الكي ابوستر بس الاف حرف ساكن فاختار كي الاولى بمعنى ماذا يفعل اليكس. ابيتي انت تسكن حضرتك في القاهره، ظهر هنا شرطين، ظهر فعل ابيت يسكن والقاهره عباره عن يا جماعه مكان فاختار او بمعنى اين. ايلسون هما بيكونوا راح لك بافار ثرثارين، اول خطوه الاجابه هنا عباره عن صفه، قلنا الصفه دايما بستخدم معاها كومو بمعنى كيف. طب اللي وراها سي نوت، قلنا مع السي لما تظهر السي ممكن اختار اثنين، ممكن اختار يا اما كي لو الاجابه بتتكلم عن عقل، يا اما اختار كوا لو غير عقل، بس هي انا ما حددتش في الاجابه عقل او غير عقل، يبقى يا اما يديني دي يا اما يديني سي، فكده استبعد الكي والكل والكي ابوستر فاختار كي بمعنى من هذا. طب سي نوت استبعد الكي والكل والكي ابوستر فاختار كوا بمعنى ما هذا. تي تابل قلنا دايما تي تابل لما يظهر فعل سابل لي بختار كومو. ماريو تذكر حالك في فرنسا، ظهر فعل ابيت يسكن وظهرت فرنسا عباره عن ايه يا جماعه؟ مكان، فاختار او بمعنى اين هي تسكن. مثال وراء ايما تكون، راح قال لك سيبر رائع، الاجابه هنا عباره عن ايه يا جماعه؟ صفه، فاختار كومو بمعنى كيف تكون. طيب نيجي هنا بعد التدريب الثاني، كله بيتكلم عن كل وكل 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 واخواتها صح؟ نفتكر كده مع بعضنا، كل الاولى اختارها لو الاسم اللي عندي مفرد مذكر، كل الثانيه اختارها لو الاسم اللي عندي في السؤال مفرد مؤنث، كل الثالثه لاخرها اس اختارها لما يكون الاسم جمع مذكر، كل الاخيره اخرها هي اس اختارها لما يكون جمع مؤنث. لو مش عارفهم اكتبهم، يعني اكتب استخداماتهم زي ما انا مليتهم لك كده وابدا احل معاك. اجل عمر ده مفرد مذكر اختار كل الاولى. ايتا كولير بريفير لونك المفضل، كلمه كولير مفرد مؤنث فاختار كل الثانيه. سافا كيف حالك، طالما ظهرت سافا بختار كومو. اي سي من هذا، ظهرت الاي، طالما ظهرت الاي والسي قلت دايما بختار كي الاخيره بمعنى من هذا. فوفو ابل لي ظهر فعل سابل لي فاختار كومو بمعنى ما اسمك. ايوت انا ادرس عنوانك، ادرس العنوان مفرد مؤنث فاختار كل المفرد المؤنث بمعنى ما هو عنوانك. طيب ايوت انا ادرس عنوانك، طب نشوف كده الاول كي الاولى دي من العقل غلط لان الادرس غير عاقل، وكال التانية دي جمع مؤنث وده مفرد مؤنث فغلط، كال الأخيرة مفرد مذكر وده مفرد مؤنث فغلط فاختار او بمعنى أين يكون عنوانك. سينوات قلنا مع السي ممكن اختار يا إما كي العاقل أو كوا غير عاقل فاختار تالتة سي كوا بمعنى ما هذا. هو يكون راح قال لك بفير ثرثار، ثرثار بختاركم وبمعنى كيف هو يكون. ظهرت الكي والإي فكده ناقصها مين؟ السي الأولى. اسك تي في ظهرت اسك يبقى اختار هنا كده اقول عايز اقول ماذا انت، في ده معناها تفعل. طبعا هستبعد الاخير هنا، ما ينفعش اقول لك من انت تفعل فاكر غلط. فضلك واو والكي والكابوستروف قلنا كوا دي بتيجي يا اما اخر السؤال يا اما في نص السؤال صح، وده اول السؤال فاكرها دي غلط. فضل الكي والكابوستروف الاثنين بيجوا في اول السؤال بس الايه حرف متحرك فتبقى يا جماعه كابوستروف. طيب نيجي كده مع بعضينا نترجم دول. طبعا ده يا جماعه اسئله مجابه انت ما تحلهاش، انت بس اسمع الترجمه بتاعتها بحيث تستفاد منها. بيقول لك تي ايدنتيفي انت تحدد هويه اوبجي، دار على كلمه اوبجي شيء، يبقى لازم انت كده تذكر اسم شيء. ممكن تقول انها بورتابل موبايل او انها بورتابل موبايل لورا او انها بورتابل. تي ديموند انت بتسال صديقك عن اوبجي شيء، الموقف ده يا جماعه مهم جدا. طالما تسال زميلك عن شيء معين فانت هتقول كاسكسي، يعني كاسكسي ما هذا، او سيكوا يعني سيكوا برضو معناها ما هذا.
طب رقم 3، تنمي صديقك تيلي موندي بسألك كومو كيف تكون شمر الغرفة. أنت تقول أول خطوة تركز أن الغرفة هنا مفرد مؤنث، يعني ممكن يعوض عنها في الجملة بالضمير ال المفرد المؤنث، فبالتالي هو فعلا عوض بالضمير ال. قال لك إليه هي بتكون رونجية مرتبة بيان جيدة، أو إليه هي تكون ديزوردوني غير منظمة، بس هنا زود حرف إيه في الآخر عشان تبقى مؤنث. تنمي صديقك تيدي موندي بسألك كاس كسي ما هذا. قلنا كاس كسي الأول دي بتسأل عن غير عاقل، فالإجابة لازم تكون إجابة غير عاقل. فقال لك سيتان برسلي إنها إسورة، أو سيتان السيلو إنها قلم. الوراء تيدي موند أنت بتسأل والدتك، أو يعني أو أين، ستروف يعني توجد، برسلي الإسورة فين الإسورة يا ماما، إيل دي هي هتقول لك، قالت لك دون يعني دون داخل شامبر الغرفة، أو سير على بيرو المكتب. رقم 6، تنمي صديقك تيدي موند بسألك كومو كيف إلى ماكت، يعني إلى ماكت كيف يكون المخطط المجسم بتاع السفينة. فأنت هتقول طبعا المخطط هنا يا جماعه مفرد مؤنث، فعوض عنه بالضمير ال ليسيبير هو رائع. 7، تنمي صديقك تيدي موندي بسألك كاسكوتيا، يعني كلمه كاسكوتيا ترجمها ديت، كاسكوتيا معناها ماذا لديك في تروس في المقلمه. فانت تقول بيوجد السيلو قلم جاف جوم استيكا، او تقول لدي كرايو قلم رصاص ورجل مسطره. تيدي موند انت بتسال صديقك عن فورنيتير اسكولير، ادواته المدرسيه، ادواته المدرسيه. فطالما ما تسال تقول له كاسكوتيا، يعني قلنا ماذا لديك في التروس في المقلمه بتاعتك. هنا تيدي موند انت بتسال صديقك عن فورنيتير اسكولير، ادواته المدرسيه. اي ال دي هو هيقول لك جي، يعني جي لدي ليفر كتاب، ستيلو قلم، جوم استيكا، رجل مسطره. 10، بورسان فورميه لكي تستعلم عن، يعني تسال عن فورنيتير اسكولير، ادواتك المدرسيه اللي موجوده في المقلمه. اونتي المرأة يقول، هيقول طبعا الموقف ده مهم جدا يا جماعه، هيقول ايه كيسكليا، يعني كلمه كيسكليا، كيسكليا الترجمه دي معناها ماذا يوجد، ماذا يوجد دولت روس في المقلمه، او الياكوا برضو معناها ماذا يوجد دولت روس في المقلمه. 11، تيدي مود انت بتسال صديقك عن اوبنيو، يعني اوبنيو رايه، او افي رايه في المقلمه. فانت تسال هتقول له ايه، هتقول له كومو كيف ايه ماتروس، كيف تكون المقلمه، او كليتون افي، يعني كليتون افي معناها ما رايك في المقلمه، او كليتون اوبنيو برضو معناها ما رايك في المقلمه، لان كلمه افي وكلمه اوبنيو معناها راي. الوراء تيدي مون انت بتسال صديقك عن اوبنيو رايه، او افي رايه في المقلمه. هو هيقول لك كده كده المقلمه دي مفرد مؤنث، فعوض عنها بالضمير الايه، لك الي سبير انها رائعه، او الي بوتيت انها صغيره. تي في يعني كلمه في تفعل، أنت تفعل تقوم بعمل، يعني برسلي صورة برازيلية. فأنت تقول الموقف ده مهم، هتقول جادور أنا بحب ليز أكتيفيتي مانيري الأنشطة يا جماعة اليدوية. أنا مي صديقك فراب يطرق على الباب، فأنت تقول لي سالي إزيك أنتر أدخل. تيدي كري أنت بتصف ترواكو بين ثلاث صديقات، بس ركز هنا الصديقات جمع مؤنث، يعني ممكن يعوض عنها بالضمير إلى بالإس الجمع المؤنث. فقال لك إيل سون سوريو، هما بيكونوا مبتسمات إي سوسيابل واجتماعيات، بس نزود لها إس. انكوبان صديقك في الموقف ده مهم جدا يا جماعه، رقم 16 و17 و18 ده المهمين جدا. صديقك بارلبوكو، يعني بارلبوكو يتحدث كثيرا، فانت هتقول ان هو ايل. طب ليه عوضت بالايل، لان هنا كوبان مذكر فعوض عنه بالايل، ايليه هو بيكون بافار سرسار. صديقك مونجبوكو ياكل كثيرا، فانت تقول ايليه جورمو هو اكول. لا شامبر غرفه كوبان صديقك بتكون رونجي مرتبه، فانت هتوصف صديقك تقول ايليه هو بيكون اوردوني منظم. الموقف 19 مهم، تي بارل انت بتتكلم عن فورنيتير اسكولير، الادوات المدرسيه بتاعتك. فانت تقول جي لدي انسيرنيير سي سيرلينيير قلم فسفوري تيب دي كله علبه صمغ، او ممكن تقول دون ماتروس في المقلمه اليا بيوجد ان ستيلو قلم اي انجوم واستيكا، او ممكن تقول دون منسك ادو في الشنطه بتاعتي جي لدي ليفرو كتب كي كراسات. 20، انكوبان صديقك الريف، يعني الريف وصل، اتاميزو الى منزلك، فانت تقول له سالي ازيك يا اليكس انت ادخل، او بونجور صباح الخير يا اليكس، او كومون سافا كيف حالك. 21، تونامي صديقك تيدي موندي بسالك كومو كيف بتكون المقلمه بتاعتك. فانت تقول قلنا المقلمه مفرد مؤنث، فهو معوض عنها بالضمير ال، الي روج هي حمراء، او لي جروند هي كبيره. تيدي موند انت بتسال اتونامي صديقك كيسكتو يا ماذا لديك دون تون سكادو في شنطه الظهر بتاعتك ال دي، هو يقول طالما في الشنطه اكيد ممكن يوجد معايا ليفر كتب تروس مقلمه، او كاي كراسات ليفر كتب، او ممكن تقول له جي لدي فورنيتير اسكولير ادوات مدرسيه.
انكو بان صديقك تيدي موند بسألك عن اكتيفيتي الانشطه المفضله ليك، فانت تقول جيم انا بحب اكتيفيتي ماني الانشطه اليدويه، او ممكن تقول له جيم فير بحب فير اقوم بعمل براسلي اسوره، او ممكن تقول له جيم فير احب اقوم بعمل ماكيت دي بعت مخططات السفينه. صديقك تيدي موند بسألك عن ادونت في تحديد هويه شيء، هو هيقول لك ايه كاسك سي ما هذا او سيكوا ما هذا. طيب صديقك بيسالك عن ايدنتيفيه تحديد هويه شيء، بس انت عادل هتقول له هنا كان ايل دي هو يقول يعني هو اللي هيسال، لكن انت دي انت تقول هتقول له انه اورديناتور كمبيوتر او جوم استيكا بورد كري لكي تصف مهم، والسؤال ده مهم وده مهم وده مهم لكي تصف اوبجي شيء معاك، فانت تقول ايه انها جروند تروس مخلمه كبيره او ملصقه دو شنطات بتكون جراند كبيره انوار وسوداء. تمام يا جماعة، ده بالنسبة للمواقف اللي كانت محلولة. هنبدأ عاد نحل مع بعضينا المواقف الغير محلولة. عايزكم عاد تركزوا كده. تي ديكري معناها ديكري أنت تصف تروس المقلمة بتاعتك، فأنت تقول قلنا دايما يا جماعة طالما بدأ بكلمة ديكري تصف دايما بختار إجابة، طالما اختار إجابة يبقى كده استبعد الأول السؤال. تاني خطوة تروس المقلمة مفرد مؤنث، نتوقع إن هو ممكن يكون بدأ الجملة عندك بالضمير ال، طب هتوصف المقلمة تقول الينوار هي سوداء، طبعا دي غلط عشان الضمير الإي المفرد مذكر. انا لدي كتب طبعا غلط، اكيد تبقى الاجابه عندك سي ال يعني هي بتكون بوتيت صغيره ايه كلوريه ملونه، وهتبقى ايه متروس مقلمتي بتكون فيوليت موف. انا مي صديقك تيدي موند بسالك عن الاشياء اللي موجوده في المقلمه، فانت هتقول اول خطوه يا شباب ظهرت كلمه تيدي موند في النص وبعض الفصله تو دي، فطالما تيدي موند جت في النص وبعض الفصله في كلمه تو دي انت تقول دايما بختار اجابه، طالما اجابه يبقى كده استبعد السؤال. طيب انت صديقك بيسالك ايه الحاجات اللي موجوده في المقلمه بتاعتك، فانت هتقول له جي بس ركز دي مقلمه، هتقول لدي كراسات ما ينفعش الكراسات تحطها في المقلمه غلط، لدي اقلام رصاص صح تبقى بي صح، هتقول انها مقلمه كبيره غلط اكيد هتقول طبعا دي الياب يوجد ستيل وقلم جاف اي انجوم واستيكا. المثال اللي ورا انا مي صديقك تيدي كريب بيصف لك اوبجي سكولار، يعني اوبجي سكولار شيء مدرسي حاجه مدرسيه، فهو هيقول لك ستين جوم كولار انها استيكه زرع، ولا ستين رجل انها مسطره سوداء، ولا انها ان ليو صديق في الفصل، ولا انا اذهب الى النادي، ولا كاسك سي ما هذا. اول خط طالما بيصف يبقى اختار اجابات فكده استبعد السؤال، وطالما بيوصف شيء اوبجي يبقى كده استبعد ليو لان ده عقل بيقول لك صديق، والسبعة طبعا دي انا اذهب الى النادي. طب طالما بيصف شيء هتقول الاولى انها جوم استيكا زرقاء، او بي انها مسطره نوار سوداء. اللي وراها تيتان فورم سير انت بتستعلم عن او بتسال عن اوبجي شيء، فانت تقول قلنا يا جماعه دايما قاعده لما يبدا بكلمه تيتان فورم سير انت تستعلم عن وبعد الفصل تبقى في كلمه 2 دي يبقى هنا عايز سؤال، طب طالما عايز سؤال يبقى كده استبعد الاجابات استبعد دي واستبعد دي. طيب انت بتسال عن اوبجي، اوبجي يعني شيء، طالما شيء يا مسيو بكده استبعد دي لان كلمه كيس دي معناها من هذا للعاقل فغلط، فاختار طالما شيء اختار طبعا البي سيكوا ما هذا وسي كاسك سي ما هذا. خمسه انا مي صديقك تيدي موندي بسالك سيكوا ما هذا، اول خطوه سيكوا بتسال عن غير عاقل، طالما غير عاقل الاول استبعد كلمه انه اليكس جاري، واستبعد الي بافارد هي سرساره، واستبعد ليه بافار هو صرصار، اختار طبعا سيتان سكدو شنطه الظهر، وهتبقى اي سيتان ليفر انها يا جماعه كتاب. رقم 6 تي دي كري انت بتصف رفيقتك، طالما قال لك بتصف يبقى كده استبعد الاول الاسهل، انا دايما مع كلمه ديكري بختار اجابه، طب بتصف الرفيق، الرفيقه مفرد مؤنث ممكن يبقى عنها بالضمير ال، ينفع نقول لك هي ملونه، اه هو بدا بالال بس كلمه كلوري ملون دي بتوصف الغير العاقل فكده غلط، ودي بدأت بالضمير الإيل المذكر غلط، فاختار طبعا سي إلي تيميت هي خجولة، وأقول إيه منى مي صديقاتي بتكون سوسيابل اجتماعية. تي بارل أنت بتتكلم عن فورنيتير اسكولير أدواتك المدرسية، فأنت هتقول جي لدي كرايو قلم رصاص وجوم أستيكا صح؟ هتقول نشوف هي تاني جي لدي كتب وشيز كتب كتب دي ليفر عن كتب شيز كراسي طبعا غلط لان الكراسي مش ادوات مدرسيه، هتقول مونا مي صديقي الى لديه ليست لستت فواكه غلط، هتقول الى هو لديه مقلمه خضراء غلط طبعا، هنا بس في تعديل بسيط هشطب الضمير الايل ده وخليه جي ابوستروف والاي دي خليها كده ايه تبقى هي الاجابه، تقول جي لدي تروس مقلمه استيل اقلام. تمام يا جماعه،
طيب تمانية، صديقك تيدي موندي بسألك عن كولير لون سك الشنطة بتاعتك، فأنت هتقول أول خطوة سك الشنطة كده كده مفرد مذكر ممكن يعود عنها بالضمير الإيل وهو بيسأل عن اللون. إلي بلي هي زرقاء صحر في اللي عشان الشنطة مذكر ممكن يعود عنها بالضمير الإيل، طبعا بي غلط عشان الضمير الإيل مفرد مؤنث، وهنا بيقول لك الشنطة بتكون بوتيت صغيرة غلط لأن هو بيسأل عن كولير اللون. هنا بيقول لك مون سك شنطتي بتكون بلو بيضاء صح، طبعا ايه غلط انا بقول لك انا لدي شنطة. تسعة، انت بتسأل صديقك عن اوبجي، يعني اوبجي الاشياء اللي موجودة في المقلمة، فانت هتقول اول خطوة يا ميسيو بدأ بكلمة تي دي موند انت تسأل، وبعد الفصل في كلمة تو دي، يبقى كده يا ميسيو عايز سؤال، طالما عايز سؤال وسبحان الله كلهم اسئلة والموقف ده مهم، بيسألك عن الحاجة اللي موجودة في الشنطة، فانت تقول له كيف تكون المقلمة غلط، كيس كليا ماذا يوجد في المقلمة صح، دي اول واحدة. كيس كليا ماذا يوجد في الشنطة، هي كمعنى ماذا يوجد بس فيها في السك الشنطة، وهو بيسألك عن الحاجات الموجودة في المقلمة فكده غلط عشان كلمة سك. كلية توم برينوما اسمك غلط، طبعا هختار اي الياكوا ماذا يوجد في السك الشنطة. تيدي موند انت بتسأل صديقك عن اوبنيو رأيه في المقلمة ايل دي، هو يقول الاول طالما بدأ بكلمة تيدي موند انت تسأل، وبعد الفصل ايل دي هو يقول، يبقى كده عايز اجابة، طالما عايز اجابة استبعد السؤال ونشوف. طب هو بيسأل عن رأيه في المقلمة، المقلمة مفرد مؤنث ممكن اعوض عنها بالضمير ال اللي هي اليس بير هي رائعة صح عشان بدأ بالضمير ال ال اللي بيوجد كرايو اقلام وسيلو اقلام جاب، دي لو سألك ايه اللي بيوجد في المقلمة فكرة غلط. اليس بير هو رائع طبعا دي غلط عشان الضمير الايل مفرد مذكر والمقلمه مفرد مؤنث، طبعا اختار ايه متروس المقلمه بتكون بل جميله. لا شامبر غرفه رفيقك بتكون بيارونجي مرتبه جيده، فانت هتقول الاول غرفه مين كوبان الصديق، الصديق مفرد مذكر يعود عنها بالضمير الايل هو ممكن، فقال لك الاولى الي اردني هو منظم عشان بدأ بالضمير الايل، الي ديزردني هو غير منظم غلط، هي بتكون منظمة طبعا غلط لأن هنا رفيق وليس رفيقة فكان غلط عشان الضمير، ممكن بقى صديق بيحب أوردر النظام صح، وطبعا السؤال هنا غلط. اللي وراها تيدي كري أنت بتصف تشامبر غرفتك، الغرفة مفرد مؤنث جايز يعوض عنها بالضمير ال ال، طالما الغرفة أنت بتصف الغرفة أنت تقول إلي بافارد هي رطاطة، هو بادئ بالال بس صفة بافار رطاط بتوصف الأشخاص بس فكده غلط. هتقول بي ما شامبر غرفتك بتكون جروند كبيرة صح، إلسابيل هي اسمها لورا غلط، الليبيان رونجي هم مرتبة جيدا صح عشان الغرفة مؤنث فقال لك مرتبة جيدا، طبعا السبب الأخير اللي هي العمر. 13 تيدي موند أنت بتسأل صديقك كاسكوتيا، قلنا يا جماعة نترجم ديت الموقف ده مهم، كاسكوتيا معناها ماذا لديك أو ماذا تمتلك، فهنا صديقك بيسألك بيقول لك ماذا لديك، سوري أنت بتسأل صديقك ماذا لديك، فهو هيقول لك جي لدي مقلمة سوداء، ولا أنا اسمي بول، ولا أنا عندي 15 سنة، ولا هو بيكون خجول، ولا أنا لدي أسورة خضراء، أكيد هيقول لك أنا لدي مقلمة سوداء ولدي أسورة خضراء. بور أدونتوفيه يعني بور أدونتوفيه، لكي تحدد هوية أوبجي، ركز أوبجي يعني شيء، يعني لازم أتكلم عن شيء غير عاقل، فأنت تقول إنها مقلمة، إنها منى، إنه منى مي صديقي، طبعا دي بس نفصلها كده عن بعضها نخليها كده من، وافصل الاي دي تبقى امي، انه صديقي، ولا تقول انه مخطط، المخطط ده بتاع لورا، ولا انه اليكس، ولا انه عمي، بما ان الشيء هقول انها مقلمه وانها مكت المخطط بتاع مين يا جماعه لورا. الموقف اللي وراه تيدي كري انت بتوصف تروا كوبين ثلاث صديقات، ممكن ينزل كلمه كوبين زي ما هي عادي صح، وممكن يعود عنها بالضمير الى فيك اس الجمع المؤنث، فقال لك ايه سومبافار هم سرسارين، طبعا دي غلط عشان الضمير الايل جمع مذكر، هما بيكون مبتسمات صح عشان الال جمع مؤنث، ماكو بين صديقاتي بيكون يتيمين خجولين صح، طبعا دي ودي غلط لان ده ضمير مفرد مذكر وده ضمير مفرد مؤنث. الموقف ده يا جماعه مهم وده مهم. انكو بان صديقك بار لبوكو، يعني بار لبوكو يتحدث كثيرا، وهنا كوبان صديق يعني ممكن اعوض عنه بالضمير الايل هو، فقال لك برافو الاولى صح، الي بافار هو سرسار، الي جورمو هو اقول غلط، الي بافار ده هي سرساره غلط لان الضمير الايل المفرد مؤنث، الي جورمون ده هي اقوله غلط، فاختار طبعا ايه مونامي صديقي، اي بافار سرسار. ان كوبان صديقك مونجبوكو، يعني مونجبوكو ياكل كثيرا، فانت هتقول الي بافار هو سرسار غلط، اليو جورمو هو اقول، وليه اخترت اللي بدا بالايل عشان الكوبان هنا مفرد مذكر،
الليبا في بارد هي صرصرة. دي مونكوبان صديق بكونجور مو اكول صح. طبعا ايه غلط عشان بدأ بالضمير مين ال الورانا يا جماعه. تي بارل انت بتتكلم عن كونتيني، كونتيني معناها محتويات. السك الشنطه، فانت هتتكلم طالما بدأ بكلمه تي بارل انت بتتكلم، يبقى دايما عايز اجابه. ده سؤال وده سؤال وده سؤال، كلمه ما فيش غير مين. دي جيل ضيق قلم، دي جم استكتين، دي ليفر كتابين، او تقول الى اليا بيوجد ليفر كتب. 19 انا من صديقك تي دي موندي بسالك عن دكرير. انا دكرير وصف كوبان رفقائك، رفقائك ممكن اعوض عنها بالضمير الى بكس انه جمع مذكر. فهو هيقول لك اول خطوه بس الاول، بدا هنا كلمه تي دي موند او دي موند هنا جت في النص، جت يا جماعه في النص وبعد الفصله ايه دي، قلنا دايما كده يبقى عايز سؤال. طالما عايز سؤال يبقى كده استبعد الاولى. طب هو بيسال عن وصف الرفقاء، فيقول تي كوبان رفقائك سونكو مو كيف يكونوا صح. طبعا هنا تي كوبين دي معناها صديقاتك، وده اصدقاء جمع مذكر، فكده استبعد دي واختار ايه كومو ايل سو كيف يكون. 20 تو يا دور انت تحب ليبرسلي الاساور بتاعت رفيقك، فانت هتقول ايه طالما انت بتعجبك، هتقول ايه سيسيبر انها رائعه ولا باتر بيان مش كويسه، بوف سافا مال انا لست بخير، ولا ميرسي بوكو شكرا جزيلا. شكرا جزيلا طبعا هقول له سيسيبر هزرع. احنا قلنا يا جماعه لو الاجابات ظهرت عندك اربعه بختار واحده بس. تي ادمير، ادمير معناها انت تحب، ماكت المخطط بتاع البات السفينه، فانت هتقول طالما بتحب هتقول ايه ما لديها ماكت بالازرق ولا كومو كوم سيبون انها جيده، ولا او سي سبير انها رائعه، ولا تقول انا اذهب الى النادي، ولا انا عندي 15 سنه. طالما انت عاجبك هتقول سيبون انها جميله او سي سبير انها رائعه. انا من صديقك فراب يطرق على الباب، فانت تقول له سالي ازيك اونتر ادخل، ولا تقول له نعم انا بخير، ولا شكرا جزيلا، ولا ابليس الى اللقاء، كده تقول له اونتر ادخل. المثال اللي وراه بيقول لك ايه تي في، المثال ده مهم جدا. 24 تي في انت بتعمل برسلي برازيلي، صوره برازيليه، فانت تقول جادور بحب الانشطه المانيالي العيدويه انا بعملها بايدي، ولا انا بحب مخططات السفن، ولا الاسوره بتكون بتاعه صديقي ايتا دي معناها ملك لصديقي، ولا بذهب للمدرسه، اكيد هتقول لدي او انا، تقول انا بحب الانشطه اليدويه لان الاسوره البرازيليه ومخططات السفينه من ضمن اكتيفيتي مونيل الانشطه اليدويه. 7 اجوردوي اليوم تويا انت لديك كور حصه اكتيفيتي مونيل انشطه يدويه، طالما عندك انشطه يدويه وبدها تعمل ايه، هتقول انا لدي كي عدة الرسم اي سي زو ماس، ولا لدي كتب، ولا لدي حصة فرنسا، ولا انا اسمي اليكس. اكيد طالما رايح تعمل انشطة يدوية اكيد هيبقى معاك كي عدة الرسم عشان كنت تلون، او سيزو ماس عشان كنت هتقطع الحاجات اللي انت عايزها. ده يا جماعة بالنسبة لمين الموقف. ندخل بعدين على الترجمة. عندكم يا جماعة الموضوعين دول قسم بالله مهمين جدا جدا، اهم اثنين عندك يمكن في المنهج الموضوعين دول، لان انت الوحدة الاولى كلها بتتكلم عن قدم نفسك او قدم حد تاني، لكن ده مهم جدا. اول موضوع بيقول لك يجي لك كده يقول لك كيل سون لي فورنيتير سكولير، ما هي الادوات المدرسية اللي موجودة في الشنطة. تمام يا جماعه، فانت طالما قال لك ايه الحاجات اللي موجوده في السكادو في الشنطه او الفرنتور سكولير الادوات المدرسيه، تقول له كده دون مسكادو في الشنطه بتاعتي، جي لدي خمس كتب، خمس كراسات ومقلمه، دول لا ساعات في المقلمه، جي لدي السيلو اقلام تي كرايو برايه جوم استيكا، جي اس سي يعني لدي ايضا سيزو ماس رجل مسطره و12 قلم الوان. تمام، الموضوع ده يا جماعه الثاني ليه كذا صيغه. ممكن يقول لك ديكري صف، او ممكن اول سؤال يجي لك يقول لك كيسكتو يا ماذا لديك في المقلمه، لو جالك السؤال ده كده اكتب له الموضوع. ممكن يقول لك كومو الي كيف هي تكون، اللي هو قصده يعني كومو الي او كومو كيف تكون كومو لا تروس ايه، يعني كيف تكون المقلمه صح. ممكن اقول لك ديكري صف المقلمه صح، كلا الحالات كل الموضوع صح. فانت تقول متروس المقلمه بتكون روج حمراء جروند كبيره، دون متروس في المقلمه جي لدي قلمين انكر يو قلم رصاص، لدي 10 اقلام الوان تيب دي كل علبه صامو تي كرايو برايه، متروس المقلمه بتكون جروند كبيره، لتروس المقلمه ايه بتكون دون لوساكادو في شنطه الظهر. طب الايميلات، اول ايميل قال لك سري ازاي، سالك سؤال تويا هل لديك شومبر بريفي غرفه خاصه، والسؤال الثاني كومو إليه كيف هي تكون، ال اللي هنا عايد على الغرفه كيف تكون الغرفه، راح قال لك سري ازيك وي نعم جي لدي ان شومبر بريفي غرفه خاصه، إليه هي بتكون جروند كبيره، وليه هنا بدا بالال عشان الغرفه اصلا مفرد مؤنث. سري ازيك كومو كيف تكون تروس المقلمه، ده هو السؤال كيسكتو يا ماذا لديك في المقلمه، راح رد عليه قال له سري ازيك.
متروس المقلمة إيبوتيت، يعني إيبوتيت صغيرة. دون متروس في المقلمة جي لدي ديستيلو أقلام جاف، ديكرايو أقلام رصاص، إنجوم وأستيكا. الإيميل الثالث، سالي إزيك؟ تويا هل لديك، تويا دي معناها هل لديك أن برازيلي صورة برازيلية؟ ده السؤال الأول. كومو إلي كيف تكون؟ طبعا هنا الإيل هنا عاد على الإسورة علشان الإسورة أصلا مفرد مذكر، فرد على قال له سالي إزيك؟ وي نعم لدي صورة برازيلية. إلي كولوري هي بتكون كولوري ملونة إيجولي وجميلة، ممكن تقول إنها كولوري على طول إنها ملونة وتسكت صح. الإيميل اللي وراء، سالي إزيك؟ كيسكو تويا ماذا كيسكو تويا أدور، دي معناها ماذا أنت تعشق. إيه كيف تي ماذا أنت تفعل، فرد على قال له سالي إزيك؟ جادور أنا بحب، ليز أكتيفيتي من هي الأنشطة اليدوية، جي في بعمل برسلي إسورة. يا جماعة الحصة الجاية بإذن الله أنا هجيب الإيميلين دول الاتنين هتكتبوهم، قصدي الموضوعين دول هتكتبوهم مش وهجيب إيميلين من هنا. نيجي نحل يا جماعة مع بعضنا الموديل إكزام. هنا بيقول لك يا سافا إزيك؟ جيتي بريزونت أقدم لكم ميكوبين صديقاتي، ركزوا صديقاتي في الباسكت. ليه وفيكتور اول واحده هنا ليه نحط على دايره، قال لك ليه بتكون عندها 16 سنه، ليه السي ما كامرات برضو بتكون زميلتي كامرات في الفصل، يعني ليه بتكون صاحبتها عندها 16 سنه وبتكون صاحبتها في الفصل، ليه سرية هي مبتسمه سوسيابل اجتماعيه مي ولكن بارلبوكو، يعني بارلبوكو تتحدث كثيرا، يعني كده البت اللي هي ليه ديتي ليه من ضمن صفاتها ان هي بافارد، يعني بافارد سرساره. قال لك بعدين فيكتور الثاني، البنت الثانيه بتكون عندها 17 سنه، كوموا ركز على كلمه كوموا، يعني ايه كوموا؟ كوموا ده معناها مثلي انا. طب مين اللي بيتكلم؟ ساره. يبقى برضه ساره عندها ثاني كام سنه يا جماعه؟ 17 سنه. بس هنا عاد فيكتور بتكون فوازين جارتي، الي جورموند هي اكولا اتوا وانت بارل موا، كلمينا عن صديقاتك. اول واحده ساره هنا، سي بريزونت تقدم نفسها، بريزونت تقدم سافا مي عائلتها، بريزونتو تقدم سي فامي رفيقاتها، ولا بريزونتو تقدم اختها؟ اكيد طبعا بتقدم مين؟ صديقاتها. تمام. البت ليه بتكون جورموند اكولا بافارد سرساره سوريونتو مبتسمه بافارد. اول خطوه يا جماعه نمسك ليه، ليه كانت سماتها ان هي اول واحده سوريو مبتسمه سوسيابل اجتماعيه وبافارد سرساره. طب امسهم هنا اعطينا سوريو، بس ركز ليه ده اسم بنت وهنا سوريو مفرد مذكر فكده غلط، وبافار هنا مفرد مذكر غلط، وهي مش اكولا فاختار بافارد الاخيره لان هي قال لك ايه البار اللي بكون تتحدث كثيرا. فيكتور البت فيكتور ايه بتكون؟ ادي فيكتور، فيكتور بتكون جورموند اكولا، جورموند اكولا فاختار كده الاولى. ساره عندها كام سنه؟ هو ساره هنا ما ذكرش اسمها، بس قال لك ايه في السطر هنا بتاع فيكتور؟ قال لك فيكتور عندها 17 سنه كوموا مثلي انا، طالما مثلي انا اكتب على التعبير كوموا معناه مثلي انا، فكده اختار برضه 17 اللي هي دي الست. القطعة الثانية بيقول لك دولا شومبر في غرفة الواد بير، غرفة الواد مين؟ بير. يبقى هم هنا بيتكلم وهم داخل الغرفة بتاعت مين يا جماعة؟ بير. ايما بتقول لها سالي ازيك يا بير، راح بير قال لها سالي ازيك يا ايما انتر ادخلي سافا بيان انا بخير. ايما قالت له كاسكي سي ما هذا، راح بير قال لها انه جيتار. راحت ايما قالت له اكي لمن الجيتار، راح بير قال لها سيبور انه لاجل انيفرسير عيد ميلاد انكوبان صديق البرازيلي. كومو ايسابيل ما هو اسم صديق البرازيل، راح بير قال لا انه اسمه رونالدو عنده 16 سنه. اول سؤال القطعه دي عباره عن تكست غلط، ده عباره عن يا جماعه ديالوج محادثه، الجيتار بيكون ملك ايما غلط، ده بتاع بير وجايبه لصديقه مين؟ البرازيلي ورونالدو. ايما بتكون في غرفه بير صح، بير ورونالدو بيكونوا برازيليين صح لان هو اصلا صديقه البرازيلي فاكيد التاني برازيلي زيه. نيجي نحل الموقف مع بعضينا. تيدي موند الاول بدا بكلمه تيدي موند، انت تسال وبعد الفصل ايه دي هي تقول، يبقى كده عايز اجابه، طالما عايز اجابه استبعد السؤال. بيقول لك انت بتسال والدتك او اين اين المقص، ايه دي هتقول لك سيلا شومبر انها غرفه بول غلط، دول تروس في المقلمه صح، الي جروند هي كبيره غلط، اكيد تقول لك سير لبيرو على المكتب. تيدي موند انت بتسال صديقك عن لونه المفضل، ايه اللي هو هيقول لك؟ هيقول لك انا بحب مخطط السفينه غلط، انها مقلمه روج حمراء غلط، هيقول لك انا بحب اللون الازرق صح، وطبعا الاخيره غلط معناها جيفي انا اذهب الى النادي غلط. الموقف اللي وراه تنامي صديقك تيدي موند بسالك كل اكتيفيتي، مهم جدا السؤال ده، كل اكتيفيتي ايه الانشطه اليدويه اللي انت بتحبها؟ طالما انشطه يدويه بقول له انا بحب اعمل اساور برازيليه، دي غلط طبعا لان بيقول لك انها استيكا سودا.
لمكة المخططات بتكون ما بس هوايتي صح، بس دي معناها يا جماعة هواية، بتكون يا جماعة هوايتي. إنها جاري غلط وأنا مش بحب المخططات غلط. تنمي صديقك طفر، يعني كلمة طفر يعرض عليك، يعرض عليك براسلي اسوركم كادوك هدية تودي. انت هتقول له ايه؟ طبعا هقول له ميرسي بوكو، شكرا جزيلا، جيتي ميرسي، اشكرك جزيلا. تي دونت فيا، انت تحدد هوية شيء، فانت هتقول طالما شيء يبقى هتقول سيتين تروس انها مقلمة، وسيتان ليفرو بوتين انه كتاب صغير. تيدي مون، انت بتسال رفيقك عنه اسم شيء، طالما تسال عن اسم شيء عايز تحدد هويه شيء، فانت تقول له اكيد طبعا هقول له سيكوا ما هذا الغير العاقل، واقول له كاس كسي ما هذا الغير العاقل. السؤال ده طبعا مهم. تيدي مون، انت بتسال صديقك كل اوبجي ايه الاشياء اللي موجوده في الغرفه بتاعته، ايه دي؟ هو هيقول لك طبعا في اربع اجابات هنا وفي اجابه الناحيه الثانيه في الصفحه الثانيه، الاجابه الاخيره دي مالهاش اي ست لازمه. طالما تسال ايه الاشياء اللي موجوده في الغرفه بتاعته، هو هيقول لك جي لدي اوردي كمبيوتر كونسول جي جهاز بلاي ستيشن، ويقول لك لدي لكتير امبيتر والمشغل موسيقى في الغرفه. طبعا هتقول له انا بحب عم غلط، انا بحب غرفه غلط، غرفه بتكون جرونت كبيره غلط. الجرامير سي سكادو، سكادو مذكر فاختار اه. لا تروس المقلمه، المقلمه هنا مفرد مؤنث فاختار صفه اخرها اي جولي بمعنى جميله. اس كسي يبقى كده ناصر كي ابوس عشان يكمل التعبير اللي هو كاس كسي ما هذا. لشومبر غرف المنزل سون بتكون، ظهرت هنا الدي فتعمل اساس الاسم الاول. الغرف هنا يا جماعه جمع مؤنث فاختار صفه اخرها هي اس جراند. سيسون بي دي هنا طبعا بير سيسو بيجي بعديه اسم جمع، والبي دي هنا اختصار مش بيتجمع عادي، فبعرف ان هو جمع من التعبير سيسو فجمع يبقى اختار الدي. نقط القلم راح قال لك دو، قلنا طالما ظهرت الدو حرف الجر الدو اللي هو داخل او سير على بيدل على المكان فاختار او بمعنى اين القلم في المقلمه. روجارد انظر الى المكت المخطط، المخطط مفرد مؤنث فاختار يا جماعه مين اللي يا جماعه في الموضوع هنبه على تنبيه، قلته قبل كده في اول حصه، قلت كلمه كاميرات، كلمه مين يا جماعه؟ كاميرات، بس دي الوحيده، بس انا بتكلم على كاميرات فقط لا غير. كاميرات لو ظهر معاها صفة الملكية التون في الحالة ديت أبدأ بالضمير الإيل، لو كاميرات ظهرت معاها صفة الملكية الطا يبقى أبدأ بالضمير الإل، فأنا بدأ هنا بالطا يبقى كل الجمل هبدأها بالضمير مين يا جماعة؟ ال هي. والموضوع ده اللي هو أول موضوع عندك بتاع الأدوات مين يا جماعة؟ المدرسية.